استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بمكتبه بالديوان العام للوزارة اليوم سعادة السيد رحمان تشيتشيتي المبعوث الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة لحرية الدين والمعتقد، وذلك بحضور معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، وسعادة الدكتور خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وسعادة السيدة بيتسي ماتسيون نائب رئيس مجلس الأمناء بمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وسعادة السيد رودي درايموند سفير المملكة المتحدة في مملكة البحرين. خلال اللقاء رحب معالي وزير الخارجية بسعادة السيد رحمان معربا عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بالمملكة المتحدة وما تتميز به من حرص مشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة، مشيدا معاليه بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المتحدة في تعزيز قيم التسامح والتعايش بين مختلف الشعوب، متمنيا لسعادته دوام التوفيق. من جانبه أعرب المبعوث الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة لحرية الدين والمعتقد عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية، مؤكدا اهتمام المملكة المتحدة بالمضي بعلاقات التعاون الثنائي مع مملكة البحرين على كافة الأصعدة، ومثنيا على المبادرات الهامة التي تنجزها مملكة البحرين في مجال نشر التعايش السلمي بين مختلف الثقافات والأديان، ومن أهمها إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وغيرها من المبادرات التي تعكس إسهامات مملكة البحرين في ترسيخ قيم التعددية والحوار والتعايش بما يعود بالنفع على الجميع، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.